طيب نروح نتكلم بقى على موضوع المشاركات وآراء الجماهير أو الرسالة اللي طلبناها من الجمهور أن يقدمها للاعبين قبل السفر إلى كأس العالم للأندية. خالد صلاح بيقول للعيبة العبوا بروح الفانيلا الحمراء. أحمد سعيد بيقول بالتوفيق بإذن الله. أحمد وعمر محمد بيقول بالتوفيق إن شاء الله، 11 راجل في الملعب. زيكو جمال بيقول بالتوفيق يا أبطال. بالتوفيق يا رب بإذن الله لكل اللاعبين والجهاز الفني في هذه البطولة. كأس العالم للأندية حدث استثنائي، الأهلي إن شاء الله يقدر يقدم فيه مباريات جيدة. وهو في النهاية رسالة للجمهور استمتعوا بروح المونديال خلال الأيام القادمة. أشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.